طبعا قضية التأثير، قد يكون الإنسان مؤثرا خفيا وقد يكون الإنسان مؤثرا ظاهرا. وقف واعي مثلا، هذا الوقف العظيم المبارك، كثير من الناس قد يكون بذلوا فيه وأنفقوا من أموالهم وهم لا يعرفون، فتجد أنهم سيكونون مؤثرين بلا شك. من يحمل في نفسه قيمة العطاء ومبدأ العطاء ومبدأ الإحسان، هذا من الإنسان المؤثرين بلا شك في حياته، ستجد أن له تأثيرا. الجميل في مثل هذا أنه البعض قد تشرئب لديه الأعناق نحو مشروع عظيم كمشروع واعي أو غير ذلك، لكنه أحيانا قد يعني يجد أن المشاركة في مثل هذا صعب وإقامة مثل هذه المشاريع صعب. ولو قلت لكم مثلا الإخوة الزملاء هنا والمشاهدين والمشاهدات، لو قلت لكم أنا عندي مشروع الآن، طيب هذا المشروع سنستهدف فيه أكثر من 3 مليون مستفيد، وهذا المشروع به أكثر من أو بالتحديد به 86 برنامج تدريبي. هذا صح ولا عشان تحمس؟ نعم نعم صحيح. ركزوا معي، ها سجلوا، ها سجل. أكثر من 3 مليون مستفيد. طيب أنا الآن وبه 86 برنامج تدريبي، حلو، جزء للأطفال، حلو، وبرامج للشباب، وبرامج للفتيات، وبرامج للنساء، وبرامج للرجال. وهذا المشروع فيه جهود عظيمة، يقدم أكثر من 100,000 ساعة استشارية وأكثر من 120,000 ساعة تدريبية. تبارك الله. وهذا المشروع يعني يعني من الأرقام التي به أنه يقدم أكثر من 2500 دورة تدريبية وغيرها من الأرقام والنسب، وأن عدد النساء التي تم استهدافهن أكثر من 54%، ونسبة كبيرة من الرجال. وين هذا شيخ؟ هذا واعي في 2018. ما شاء الله، اعيد اجل الارقام شيخ ما دام هو واعي. انا اطلعت على نشره. لا لا جمال، الرقم هذا جدا عظيم والمشاهد يستشعر. انا اطلعت على نشره فصراحه يعني قلت يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. يعني 3 مليون ايش قلت لي؟ 3 مليون مستفيد. حلو. انا قرات في احصائياتهم انهم يقدموا الى اكثر من 3 مليون مستفيد. صحيح. ما بين رجال ونساء. نعم، 3,061,000 وكم دورة رقم، وقدموا أكثر من 2500 دورة تدريبية، تبارك، و86 برنامج من الأطفال وحتى الرجال بشتى الفئات، وأكثر من 100,000 ساعة تدريبية ساعة استشارية، وأكثر من 120,000 ساعة تدريبية وغيرها من الأرقام. لو أعطيت هذا المشروع وقلت لكم أعطوني دعم، لما استطعنا. أنا كعبد الرزاق شخصيا لا أستطيع لأنه سيكلف الملايين، بينما أنت تستطيع أن تكون جزء في هذه الإنجازات وهذه المشاريع العظيمة بسهم حياتي ب50 ريال أو بسهم 200 أو بسهم 500، أو تستطيع أن تشارك بأكثر من ذلك. فالإنسان يحرص دائما أن يبحث عن المشاريع ذات النفع المتعدي والأبواب العظيمة حتى يسلك منها بأسهل الطرق.